قد ايه لك جلابة؟ صباح الخير، صباح النور. انا وصلت على المطار لانه في عندي مهمة اليوم. جايز مايا وصلت وراح نشوف شو راح يصير فيها. منغني على الام تي في، منغني. قد ايه لك جلابة؟ قد ايه لك؟ انا مين اصلا؟ كيفك؟ سويت هوم. طب اشكر خط ابويا. قصدك بخدمة عمتي اسمها وردة، اذا بدك سند حالها روز سمول ترندي. ابنها شكيب بالبهامس. هول كم غلط اخذهم معي انا. ايه شرفك امانة حبيبتي. يا عزيزة كيف طلع هيدا فول؟ هدي شانكليش. يا ما بقدر اكل ولا شم حبيبتي ولا اعرف انه موجود. سبعتي معك عدس، هيدا البصل الاخضر كمان ما تصغري. اوكي هاي حياتي. كي مالي حبيبتي انت ايه؟ ما تصغري وطبخت له. لا 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 تعمل لي غلط او لك بعت لها خسه ممكن تفهمها غلط انه كبراني الخسه. ايه بقى جاوبيها هلا لشو خسه براسي انا؟ هي هيك عم بتقول انت على فوقها. شيلي نتاتي ليك مثل ما انت تكوني مرتاحه. انت طلعتي بلا ميك اب بالزمانات. ايه بس ما طلعت بلا ميك اب، كنت نايم الساعه 8 بالليل. هي الصبح عم صور. شو هو الشيء اللي بتاخذيه معك دائما بالسفر؟ بركي ماي دايري، بكتب يوميات. بدي اقول لك ثانك يو، محسسني اني وافقت على اللي انت طلبته مني لانه انا مش اخذ شيء لحدا. بعرف. اوكي طيب شو رح تعمل بالبهامس؟ اتسبح. اتمنى لك الخير للكونسرت ان شاء الله يا رب. باي مايوش.